في بيتهم البركة ويتحقق بينهم التواصل. فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أشرف على ختم القرآن الكريم بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معه، ويستثمر الأبوان اجتماعهما في المناسبات وعلى الطعام في تبادل الأحاديث وزرع القيم النبيلة والسلوكيات الراقية الحميدة، ويدعوان لأولادهما بما يقربهم من ربهم، كما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فينشأ الأبناء تنشئة ضخيمة محافظة على العبادات وكذلك على العادات الحميدة. اللهم زدنا تماسكا وتلاهما ومودة وتواصلا، ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسولك محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فهي المحضن الأول لتنشئة الأجيال وتربية الأموال وتعزيز التواصل الأسري، وذلك يؤسس لمجتمع متراحم ويبشر بحياة كريمة قوامها راحة النفس، قوامها راحة النفس واطمئنان القلب. وهذا مفر كل إنسان على وجه الكرة الأرضية. وقد سجل القرآن الكريم دعاء عباد الله عباد الرحمن في قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلنعزز عباد الله التواصل بين أفراد أسرنا ليزداد المجتمع قوة وتماسكا وتلاحما وتعاونا. هذا وصلى وسلم على من أحببت بالصلاة والسلام عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرم. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا. اللهم اجعلنا من البارين بأمهاتهم وآبائهم، المحسنين إلى أهليهم وأرحامهم. اللهم اغفر ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ بن زايد لكل خير، واحفظه بحفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه وولي عهده أمين لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه المنكر الإمارات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك، وافق عليهم من خيرك وغفرانك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم وادخل في رحمتك وغفرانك أبانا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ليلا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا
الحال في الأبرار والسخير جزاء أمهات الشهداء وآبائهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا. اللهم صل على التحالف العربي الذين تحالفوا على أرض الحق إلى أصحابه. اللهم كن معهم وأيدهم. اللهم كن معهم وأيدهم. اللهم كن معهم وأيدهم. اللهم وفقنا لمني إلى كل خير واجمعهم على كلمة الحق والشرعية. آمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شاملا. اللهم اسقنا من بركات السماء واثبت لنا من بركات الارض. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقموا الصلاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا